طلعنا هنا إلى منطقة الأبراج، منطقة البرج اللي كان بيقف فيها حسن الصباح لأولا يراقب كل ما يحدث في قلعة ألموت وينظر إلى العالم الذي يريد أن يحكمه. باشمهندس فايز، يعني كلمني عن هذه المنطقة وبنيتوها إزاي؟ هنا بس كان الصعوبة اللي احنا كنا لازم يعني طريقة التعظيم هنا واللي احنا نخليها أمان كانت خدت مننا شغل أكبر، لأن السقف هنا كان عالي، فكان لازم كل شوية نعمل تيست عشان يقف فيها بني آدمين كتير. هنا بس صعوبتها في كاميرات وفي بالظبط عشان تقدر تستوعب أكبر ناس موجودة على السطح ده. فالصعوبة كانت التأمين. التأمين هنا. طيب احنا عندنا الأبراج، يعني في البرج ده اللي كان برضو بيقف فيه حسن الصباح عشان ينظر. وفي البرج ده الرئيسي. وفي البرج الرئيسي اللي هو فوق خالص ده اللي برضو بيقف فيه لينظر إلى العالم. لكن أنا وأنا ببص على هذه المنطقة، مش هو ده اللي أنا شفته في المسلسل؟ أيوة مجد. فين الحاجات اللي كانت هنا والزرع والجبال العالم والجبال وغيره؟ كل الجرافيك بقى مع ترند وطنطاوي طبعا بيكملوا كل المنطقة اللي حوالينا دي جبال فكل المنطقة دي كانت جرافيكس بالظبط. بس أنا لازم أقول لك إنه يعني الحقيقة هذه القلعة بدت وكأنها قلعة حقيقية، هي الحقيقة قلعة حقيقية يا جماعة، يعني كل تفاصيلها بشكل الحجارة، بشكل الغرف، بشكل كل مكان، الصحن الكبير، الصحن الداخلي، طبعا الغرفة اللي هي غرفة الحكم الداخلية، كل هذه التفاصيل بدت وكأنها قلعة حقيقية وكأنها بالفعل قلعة ألموت التي لم نرها. الحمد لله. بحييك وأكيد حنشوفك في مكان آخر، ولكن هذه قلعة ألموت. إحنا هنا في منطقة الأبراج التي كان ينظر بها من خلالها ومن أعلاها حسن الصباح ينظر إلى العالم الذي كان يريد أن يحكمه، أو ينظر إلى القلعة وإلى المختارين الذين كان يرسلهم لنشر أفكاره واغتيالاته أيضاً.